وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. صباح الخير. دلوقتي بعد الفجر واتسحرت بقى وعملت قهوه والدنيا يعني لطيفه الحمد لله. المفروض بقى نشوف تاسكات اليوم لان اليوم بادئ بدايه مبشره، يعني بدايه بعد الفجر دي الدنيا بتكون حلوه، يعني بتحس انك عندك يومين في اليوم مثلا ولا حاجه. فيلا بينا. اليوم الثاني اللي هو مين؟ اللي هو الكلورايد. فبيحصل حاجه اسمها كلورايد شيفت، يعني الكلورايد اتحرك من الساعه دلوقتي 5:30 و5 لسه حوالي كده نص ساعه الفطار. بنخيري مقفوله بطريقه مش طبيعيه بس ده وقت مناسب جدا ننزل نخطف كده كام جارية كده في السريع. يلا بينا. هنزل اعمل حجامة في عيادة اخويا فيلا بينا. الحمد لله عملت حجامة واخويا دكتور علاج طبيعي، فدي بقى ميزة انك يكون عندك ايه الحجامة. للناس اللي ما تعرفش فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ليها برضو فوائد كتيرة جدا يعني، فممكن تبقى تخش تقرأ وممكن نبقى نتكلم عنها في وقت من الأوقات، ولكن هي لطيفة جدا يعني. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام كويس. جيت عند الراجل ده عشان خاطر اجيب ترايبود يعني زي جوبي كده. هو جوبي المشكله ان هو غالي حبتين، وبعدين لما الدولار اصلا زاد جوبي كمان سعره زاد يعني، فجيت اجيب اي حاجه لان هما كلهم في الاخر اصلا بيبوظوا يعني. بس للاسف تعبان جدا البتاع اللي عنده ده وغالي، فمش عارف بقى ممكن اشوف اي حاجه على امازون تكون كويسه شويه. بص لا البطيخ طلع حلو يبقى الدنيا حلوه. تسلم. نور يا باشا. بعتهم لنا بقى قلنا. الحمد لله وصلت الحمد لله، وعملت كوبا من القهوه عشان خاطر لسه عندي كذا يعني كذا محاضره عايز اذاكر لسه. منها لله كليه والله منها لله. عارفين في مقوله كده مشهوره او يعني ايه حاجه كده كانت معروفه زمان ان يعني الناس كبيره يقولوا ان الجيل ده ولا بقى الجيل بيشيل مسؤوليه ولا جيل بيعمل اي حاجه ومش بيعمل اي حاجه في الحياه، والجيل الثاني كان بيتعرض لضغوطات اكتر مننا ومش عارف ايه الكلام ده. بقى فكسان جدا جدا. الجيل ده جيلنا ده هو اكتر جيل تقريبا انا شايف كده يعني عايش في ضغط ما بين الاجيال اللي فاتت، وجيل مره كده بحاجات غريبه، مره بكورونا وبحرب وبثورة، الجيل ده مر بحاجات كتير جدا. فالدنيا حاليا متقلبة بشكل انا وانت عمرنا تقريبا ما نقدر نستوعبه، شكل فظيع جدا، وده بيحط ضغط كبير جدا علينا كشباب يعني، اللي هو مزيج ما بين الخوف من المجهول ومزيج ما بين التفكير الزياده، لان ما حدش دلوقتي خالص يقدر يشوف نفسه مثلا فين كمان 5 سنين، على عكس مثلا الناس بتوع زمان كان ممكن يخطط لنفسه مثلا ل10 سنين قدام، الدنيا كانت مستقره، دلوقتي ما فيش استقرار تماما، ممكن يحصل اي حاجه بكره تشقلب الدنيا حرفيا. الناس كانت قاعده في اوكرانيا عادي جدا، حرب في ثواني الدنيا اتقلبت. ناهيك مثلا عن الناس اللي بتعمل كارير شيفت، مين مش في دايرته كده مثلا 20 30 واحد عمل كارير شيفت؟ هو
ده بقى الاصل اصلا، يعني اللي بيخش كليه وبيشتغل بيها ده كده اصلا الحاجه الشاذه عن الطبيعي، والطبيعي هو ان الشخص يعمل كريشف. فانا جيت كده وقفت مع نفسي ايه، وقفت رجاله، وجبت لها كده عصير بطيخ، ويعني جيت انا اشوف انا وهي كده المفروض نعمل ايه. المفروض ان الواحد يبذل، المفروض ان الواحد يبذل قصارى جهده في المكان اللي هو فيه النهارده، لان مكانك اللي انت فيه النهارده مش شرط خالص هتكون فيه بكره. الدنيا خلاص ما عادش زي زمان خالص. يعني البودكاست اللي انا لسه منزله ساعه ما انس ابو خريف كان بيتكلم، هو فعلا المجال بتاعه في تنطيط كتير جدا دلوقتي، ده عاد بيتطبق على كل المجالات تقريبا. ما عادش اللي هو بتقعد تتبت في الحاجه خلاص، يعني الدنيا دلوقتي بتتغير بشكل مش طبيعي. فالمفروض ان الواحد يبذل قصارى جهده في المكان اللي هو فيه دلوقتي حتى لو كان سيء ومش عاجبه. يعني انت بتتشحطط سعي علشان خاطر تكون محسن، عشان خاطر يكون عندك احسان، لكن مش شرط خالص عشان انت حابب الدنيا ولا كده. اللي هو بتعمل اللي عليك وخلاص، حتى لو انت مش لاحق ومتشحطط وبتجري ورايح جاي والدنيا سريعه مش عارف ايه، اللي هو بس انا بعمل اللي عليا. في نفس الوقت برضو دي ميزه، لان الواحد بيتعامل كده بمرونه في الحياه، اللي هو لا يعني الواحد فليكسبل جدا، اللي هو ما عجبكش هناك ممكن تروح هناك، ممكن تعمل، الدنيا بقت واسعه ومفتوحه، مش لازم تضايق مخك في الحته الصغيره جدا دي. وفي نفس الوقت وسط هذا الضغط الرهيب على كل الاشخاص، على اللي في اعدادي وعلى اللي في ثانوي وعلى اللي في جامعه وعلى اللي متخرج، كله عايش تحت ضغط، بس الضغط ده بيختلف من شخص لاخر، بيختلف من مرحله لمرحله. حاول انك تبسط نفسك او تلاقي طريقه تعرف انك تبسط بيها نفسك من حل اخر تعملها. ابسط حاجه خالص تنزل تجيب عصير بطيخ وتتمشى، حل في منتهى البساطه ولكنه بيفرق مع النفس. فرفقا بنفسك وسط هذا الضغط، لان الواحد لو ما فاقش لنفسه في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده والحياه اللي احنا عايشين فيها دي، الواحد هيخسر كتير وهيخسر نفسه جدا. لازم يكون في ايه جزء اللي هو من تقبل الذات، اللي هو انا مش اشطر حد ومش لازم اكون اشطر حد، بس المهم ان انا اكون راضي، فاهم؟ اللي هو انا اكون راضي كده من جوايا ان مش مهم اكون اشطر حد، بس المهم اكون مبسوط وبعمل الحاجه اللي انا بعملها دي بشطاره شويه. مش لازم اكون اشطر حد في الكوكب، يعني مش لازم اكون ايليون ماسك يعني ولا مش عارف مين، مجدي يعقوب ولا لا، خلاص انت شاطر بما فيه الكفايه، ولكن مش شرط تكون اشطر واحد، والدنيا كل مدى بتبقى افضل، فما تصعبهاش. يعني فرفش كده مال كده وان شاء الله الدنيا بتكون لطيفه، ولكن رفقا بنفسك. انا بقول الكلام ده لابو بكر، يعني رفقا بنفسك يا ابا بكر، واعمل اللي عليك وعيش الحياه عادي واهتم بنفسك، حاول تتجاهل الضغط ده، ما تفكرش ولا في بكره ولا في النهارده، فكر في الساعه اللي قدامك دي. خلاص احنا ما عادش حد بيفكر في هيعمل ايه كمان سنه، فكر في الساعه اللي انت فيها دي بس. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الدنيا حلوه خضره، وان الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. سلام.